إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. متابعينا متابعي شبكة الرميسية التعليمية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض. وزارة التربية والتعليم أتاحت موقع رسمي علشان خاطر طلاب الصف الثاني والأول الثانوي يتم تسجيل حضورهم الامتحان، ولو في أي شكاوى لا قدر الله من خلال أو حصل أي مشكلة قابلت الطالب في الامتحان سواء إذا كان في الصف الأول أو في الصف الثاني هيدخل على الموقع اللي هنوضحه مع حضراتكم دلوقتي وهيبدأ يكتب نوع المشكلة اللي حصلت معه. طبعا هو ده الرابط الوحيد لتسجيل الحضور اليومي لامتحانات نهاية العام للصف الأول والصف الثاني الثانوي. كل عام وحضراتكم بخير. برجاء تسجيل الحضور لكل طلاب الممتحن، لازم تسجل حضور على الرابط اللي هنعرضه معاكم دلوقتي. تم إتاحة موقع رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم ليقوم الطالب بتسجيل حضوره للجلسات الامتحانية وكذلك القيام بتسجيل المشكلات أو أي مشكلة صدفتك لا قدر الله. في حالة لا قدر الله حصول أي مشكلة واجهت الطالب أثناء الامتحان، الكلام ده مهم جدا جدا للطلاب، طلاب الصف الأول وطلاب الصف الثاني ثانوي اللي بيمتحنوا حاليا وسادة أولياء الأمور علشان خاطر يكونوا متابعين مع أولادهم في المنازل. طبعا يعني لازم نبص على الاول على الرابط علشان خاطر واحنا بنكتب الرابط نكتبه بطريقه صحيحه وعلشان خاطر ما نقعش في خطا ونبدا نسال ايه اللي حصل ايه اللي تم وتحصل ايه مشكله لا قدر الله. زي ما حضراتكم باين قدام حضراتكم اهو ده الرابط اللي معروض قدام حضراتكم، هو ده الرابط الصحيح. لمجرد ان انا هكتبه بنفس الطريقه دي وهضغط عليه انتر هيظهر معايا الموقع اللي موجود أمام حضراتكم، تسجيل حضور الطالب الاختبار يوميا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار. يبقى الموقع اللي موجود عذرا الموقع اللي موجود أمام حضراتكم ده لحاجتين هيقدم خدمتين. الخدمة الأولانية إن أنت هتسجل حضور للاختبار، لو أنت حضرت الاختبار النهاردة وخلاص ما حصلتش أي مشكلة هتسجل حضور. لمجرد إن أنت هتضغط هنا ويجي لك حدد الصف، هتكتب الصف الأول أو الصف الثاني الثانوي وبعدين هتكتب اسم المستخدم. طبعا يعني في ضغط كبير جدا على الموقع حاليا موجود بسبب الامتحانات اللي موجودة واللي شغالة دلوقتي حاليا، فاحنا نصبر على الموقع. زي ما عرضت لحضراتكم هو ده الموقع الصحيح والرابط الصحيح الخاص بتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار. ده لمين؟ للفئة اللي هي بيمتحنوا حاليا للصف الأول والصف الثاني الثانوي. زي ما حضراتكم عارفين ان تم استبدال الامتحانات بدل ما تكون في المدارس تم استبدالها انها تكون من المنازل اختبارات اونلاين، وخاصة ان طلاب الصف الأول والثاني الثانوي معهم التابلت الخاص بيهم ويتم اختبارهم نظرا لجائحة كورونا فيروس كورونا المستجد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية ان شاء الله، وان يعني يجنب مصر ان شاء الله هذا الوباء. طبعا وزارة التربية والتعليم بتسعى جاهدة انها توفر كل السبل وكل الطرق السهلة والبسيطة علشان خاطر ولي الامر يكون مطمن ومرتاح. فانا من هنا ببعث رسالة طمأنينة لكل اولياء الامور، ما تخافش ولا تقلق من اي حاجة خالص، نجلك ان شاء الله يدخل الامتحان واختبر، وخاصة تم تقسيم الجمهورية كلها على ايام معينة وعدد محافظات معينة هيتم امتحانه في اوقات مختلفة في اليوم نفسه علشان خاطر ما يشكلش ضغط على الشبكة. وده الموقع اللي موجود قدام حضراتكم، في اي شكوى هتدخل هنا وتدوس على الزر اللي موجود ده على السهم الصغير وهتكتب تقديم شكوى اثناء الاختبار وتحدد الصف الخاص بيك اذا كان اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، وبعدين هتكتب اسم المستخدم الخاص بالاختبار بيك اللي انت جبته من الانترنت وكلمه السر الخاصه بالاختبار، وهتعمل تسجيل دخول وتتبع التعليمات فيما بعد وتستوفي البيانات المطلوبه منك، وفي الاخر هتدوس على كلمه تسجيل او حفظ زي ما كان هيبقى موجود في الموقع. وان شاء الله لو في اي مشكله او اي حاجه لا قدر الله صدفتك لازم تسجل الشكوى، ولو حضرت الامتحان لازم برضو تسجل حضور الامتحان بحيث ان انت الوزاره تكون على علم بالاعداد اللي هي بتدخل الامتحان يوميا. وان شاء الله يكون خير، ويعني ان شاء الله بالتوفيق والنجاح البار باذن الله. وكل عام وحضراتكم بخير، مع تحيات شبكه الرميسية التعليميه. وما تنسوناش ان انتم تشتركوا في القناه ونضغط على زر الجرس كي يصلك جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.